انطلقت اليوم حملة قوتنا للخير لتنظيف وإعادة تأهيل الكنائس. ابتدأنا اليوم بكنيسة دير مار غورغيز الكائنة في حي العربي. هذه رسالة نوجهها لأخواننا المسيحيين في الموصل، أنه شباب المسلمين، شباب الموصل، أهل الموصل تنبذ الطائفية، تدعو للسلام. نتوجه بالرسالة إلى كل المسيحيين أن عودوا إلى مدينتكم، عودوا إلى أرضكم، عودوا إلى كنائسكم، فنحن معكم. قام الصباح هذا اليوم منظمة قوتنا للخير تطوعية إعادة تأهيل كنيسة أخواننا المسيحيين، ونقول لهم ارجعوا مدينتكم، مدينة الموصل مدينتكم، أنتوا أهل المنطقة وأنتوا أهل البلد، ارجعوا كنائسكم راح نجهزها بيدينا إحنا شباب المسلمين، ونقول لكم عودوا 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 لأن المنطقة عامنة ماكو شيء، كنائسكم راح نجهزها بيدينا وجوامعنا ومفتوحة أبوابنا لكم. نحن جينا نرسل رسالة لكم والإخواننا اللي بالخارج إنه ما عندنا طائفية، نحن ما عندنا أي تفرقة لا بين المسلمين ولا بين المسيحيين، لهذا نحن بلشنا بالكنيسة قبل الجامعة. فبلشنا بتنظيف الكنائس. ماكو فرق. أكيد أكيد ماكو فرق. ما يفرقنا أي شيء.